لو الحكاية فيها إن فيتو. مواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، والنهاردة مواليد الأسد مطلوب منهم إنهم يتصرفوا بحكمة ويتحكموا في انفعالاتهم، خصوصا إذا استفزهم حد. هم النهاردة معرضين لاستفزازات، ممكن يكونوا معرضين إنهم يغضبوا بسرعة، فمهم قوي يكونوا صبورين ومرنين، خصوصا مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل.